أولاً مساء الخير، أنا سعيدة جداً بوجودي معكم في هذه الندوة الافتراضية، وسعيدة بفوز كتابي خطوات في شنغهاي في معنى المسافة بين مصر والصين بجائزة ابن بطوطة فرع الرحلة المعاصرة، وانضمامه إلى المكتبة القيمة التي تضم العناوين الفائزة بهذه الجائزة المرموقة. يعني كما تعرفون كتابي يحكي مجريات رحلتين إلى الصين، إحداهما استمرت لمدة شهرين في مدينة شنغهاي، والثانية كانت لمدة أسبوع واحد فقط، وزرت خلالها أكثر من مدينة صينية. وحين تذكر الصين مقرونة بالحديث عن أدب الرحلة، يعني لا يمكننا تجاهل ما مثلته في الماضي وما أظن أنها ما زالت تمثله من سحر وفتنة لهواة الاكتشاف والخوض في المجهول. يعني وأعترف بأنني سافرت إلى الصين برفقة شعور غامر بالافتتان الممزوج بالترقب. يعني حدث هذا في المرة الأولى بدعوة من اتحاد كتاب شنغهاي للمشاركة في برنامج شنغهاي الدولي للكتابة مع كتاب من دول مختلفة، ومثل الأمر بالنسبة لي فرصة كبيرة جداً، ليس فقط للتعرف على الثقافة الصينية ممثلة في مدينة ثرية ومتعددة ومتنوعة هي شنغهاي، وإنما أيضاً في الحوار مع كتاب من جنسيات مختلفة من أستراليا، نيوزيلندا، المجر، الهند، السويد، أوكرانيا وألمانيا. يعني في الصين، يعني الصين لطالما نظر إليها باعتبارها أرض الغرابة والاختلاف والغموض، يعني كنت أرى أشياء كثيرة للمرة الأولى، يعني الجغرافيا مختلفة تماماً عن الجغرافيا المعتادة لي. كنت أحاول وضع كل ما أراه في سياق ما سبق وقرأته عن الثقافة الصينية القديمة أو عن المراحل المختلفة في تاريخ الصين الحديث، وكانت الكتابة هي الوسيلة الأفضل بالنسبة لي للفهم والتحليل وسد الثغرات في لوحة البازل الهائلة المطروحة أمامي. يعني كنت أرى الأمر كأنني في أحجية، يعني كأنني في أرض غريبة فيها أشياء كثيرة غير مفهومة بالنسبة لي، وكانت الكتابة تساعدني على الفهم والتحليل. يعني لم أرغب في الكتابة عن المكان كما قد يكتب عنه في مصنف سياحي، أو عن يعني الطريقة بس لمجرد التعريف بالمكان وأبرز المعالم الخاصة بي، بل أن أكتب عن نفسي فيه، أن أندمج في المكان وأذوب في ثناياه وأضيفه إلى أماكن الخاصة. بالنسبة للكاتبة، الكتابة هي الوسيلة الأولى التي يستطيع أن يمتلك بها الأمكنة. يعني بالنسبة لي هناك أماكن خاصة أراها حتى لو هي ليست لا تنتمي إلى موطني. هناك مدن مثلا مثل دمشق وميونخ وبرلين وفيينا وبراغ، أعتبرها يعني مدن خاصة بي. كنت أحاول أن تكون شنغهاي من هذه المدن، وكانت شنغهاي هي بمثابة مرآة تنعكس هذه المدن فيها من خلال الكتابة. هذه المدن امتلكتها لأنها كما أوضحت في الكتاب لها علاقة بكتابتي، إما كتبت فيها أو كتبت عنها بطريقة ما. طوال وجودي في الصين كنت مشغولة بمفهوم المسافة، أو يعني بكل أبعاده المكانية والزمانية والوجدانية. يعني كانت هناك مسافة هائلة تفصل بيني وبين مدينتي الأم. أيضاً فارق التوقيت كان كبيراً جداً. حجب مواقع التواصل الاجتماعي في الصين أشعرني بأنني في عالم آخر تماماً، وهذا زاد من يعني مفهوم المسافة والبعد الهائل عن العالم المألوف بالنسبة لي. والحقيقة أنني تعمدت عدم فك هذا الحجب لتجربة العيش على هذا النحو الغريب عني إلى حد ما. وبعودتي إلى القاهرة انتبهت إلى أن المسافة بيني وبين الصين وإن ظلت كما هي حسابياً فإنها لم تعد هائلة ذهنياً كما كانت قبل زيارتي لها. يعني صارت الصين مكاناً أليفاً يمكن استحضاره وبعث روائحه ومذاقاته وكل شيء خاص به في مخيلتي، كأنه مكان أعرفه، خاصة شنغهاي. يعني بشكل عام كما سبق وذكرت حضرتك، مفهوم المسافة هو المفهوم المسيطر على الكتاب، إذ يتجلى فيه بطرق عديدة، منها الحساب المباشر ومنها الحسي المعتمد على الهواجس والحواس. انطلاقاً من رؤية فنية خاصة بي ترى في أدب الرحلات المعاصر أنه المفروض لا ينبغي أن يعني ينحصر في رصد الأماكن أو وصف الأماكن، بل من الأفضل أن يعني يمتد إلى ذات الكاتب ويتوغل في هذه الذات، وأن ينفتح أيضاً على أنواع كتابية أخرى. لهذا السبب اخترت أن أكتب عن الصين في صورة يوميات، يعني أدب رحلة ممزوج باليوميات في الوقت نفسه، وبالتالي كانت تجربة على
الخوض في الذات في كل التفاصيل البسيطة جدا التي تشغلني هناك، مثل الخاص بالرواية التي كنت أشتغل عليها، الندوات التي كان من المفترض أن نشارك فيها، الحوارات مع الكتاب الآخرين. وكل كاتب أتى إلى المكان محملاً بذخيرة وتراث وأفكار خاصة به وبالثقافة التي ينتمي إليها، فكان الأمر أشبه ببوتقة سهر، وكان كل هذا يدفعني إلى الكتابة أكثر وأكثر. ووجدت أنني يعني كل يوم حريصة على أن أسجل أهم ما يحدث في هذا اليوم، ومع الوقت بدأ يتضح لي أن معي مادة تكفي لكتابة كتاب. هكذا بدأ الأمر بشكل يعني تلقائي. في اليوميات حاولت التفحص كيف غيرتني الرحلة، يعني كيف حفرت بداخلي وأرتني ذاتي على نحو أعمق، وهل يعني كنت مشغولة جدا بسؤال هل نجحت فعلا في أن يكون السفر سفرا بداخلي نحو ذاتي، يعني في أن يكون مسارا إلى نفسي وتاريخ الشخصي بقدر ما كان دفاعا نحو الآخر، سواء الآخر الصيني أو الآخر النيوزلندي أو الأسترالي حسب جنسيات الزملاء المشاركين معي. يعني أتمنى أن أكون قد نجحت في هذا، لأن في السفر إن لم يكن السفر سبيلاً إلى معرفة الذات وتعميق الوعي بها فلا يعول عليه بالنسبة لي، وإن لم يكن وسيلة لوصل الأنا بالآخر فلا خير فيه. يعني ربما لهذا كانت واحدة من أفضل لحظاتي في الصين جملة أنت واحدة منا التي فاجأني بها الشاعر الصيني الشهير شي تشوان بعدما انتهيت من مداخلتي في الندوة التي جمعتنا معا بجامعة بكين، لأن بالنسبة لي هذا هو مغزى السفر، يعني الاندماج بشكل ما مع الآخر، أن يشعر الآخر أن رغم المسافات ورغم الاختلاف الثقافات أن يعني هذا اللقاء يمكنه أن يجعل شخص ما يرى شخصا آخر كأنه ينتمي إلى هذه الثقافة التي ينتمي هو إليها. يعني المدهش أنني لاحظت بين الشعراء الصينيين على وجه التحديد أكثر من الروائيين اهتماما كبيرا جدا بالثقافة العربية، ويعني اكتشفت عندهم انفتاحا كبيرا عليها، وهناك يعني دراسة طبعا لألف ليلة وليلة هي كتاب مركزي بالنسبة لهم، لكن هناك أيضا الاهتمام بالشعر العربي القديم والشعر العربي الحديث إلى حد كبير وبالمعلقات. يعني وبالنسبة لي يعني رأيت أن هذا هو مغزى السفر، يعني أولا أن تتعرف على الآخر في بيته وفي مكانه، وأن ترى إلى أي درجة يعرفك هذا الآخر، إلى أي درجة هو مهتم بأن يتعرف على الثقافة الخاصة به. كل هذه كانت دوافع بالنسبة لي كي أكتب هذا الكتاب. والحقيقة أن هذا الكتاب كان نقطة تحول بالنسبة لي، لأن بعد كتبته وخلال تجربة الكتابة دفعني لرؤية ما سبق وكتبته عن مدن أخرى ورحلات أخرى في ضوء مغاير، كما أنه ألهمني طرقا جديدة ومختلفة في رؤية والكتابة عن البلدان التي سافرت إليها بعد الصين. سافرت أكثر من مرة قبل توقف السفر، فلاحظت أنني بدأت أنظر إلى الأماكن الجديدة والغريبة عني بطريقة مختلفة بعد كتابة خطوات في شنغهاي. شكرا لك منصورة عز الدين على هذا العرض السريع والشيق معنا، وطبعا احنا حنرجع لك بعد شوي، مش رح ما خلصنا يعني، لكن خلينا ننتقل الان. يعني انا كنت بدي خلي